لكن تعالوا مع بعض نعيش أجواء الكان مع الترند، لأن أجواء الكان النهاردة مختلفة شوية، فيها لقطات مهمة عن التنظيم، عن الأجواء في الكوت ديفوار، التذاكر، الفولكلور المتعلق بالجماهير الإيفوارية. تعالوا مع بعض نبدأ مع بعض عيش أجواء الكان مع الترند لمجموعة من الفيديوهات. وأول فيديو معايا عن أزمة التذاكر. أزمة التذاكر في الكوت ديفوار أزمة كبيرة جدا. تعالوا بص الأول نشوف الجماهير الإيفوارية مع الجماهير السنغالية إزاي بتتناقش على موضوع أزمة التذاكر، لأن التذاكر المطروحة للبيع على الويب سايت نفدت بالكامل. تيجي تدخل الملعب تلاقي الملعب فارغ وفي تذاكر دخل أو في جمهور دخل من غير تذاكر، فبالتالي بتلاقي الساعة الرسمية اللي طلعت على الشاشة غير الأرقام الرسمية اللي طلعت على السيستم. ده فيديو في نقاش حاد جدا بين الجماهير الإيفوارية مع الجماهير السنغالية. تعالوا نتابع. On veut payer les tickets. طيب احنا عندنا صورتين مهمين جدا واحنا بنتكلم على مشكله التذاكر، لان دول اكبر دليل على هذه الازمه اللي ما بين الجماهير الافريقيه. ماتش الافتتاح كان استاد الحسن وطارة، ده المفروض بيسعى لحوالي 60,000 متفرج. 60,000 متفرج، الساعة الرسمية اللي طلعت على الشاشة كانت أقل من كده بكتير. طب تروح حتى الماتش الثاني، غانا والرأس الأخضر اللي كان بيتلعب على ملعب فيليكس بواني اللي هو الاسم الشهير ليه ملعب فيليسيا في أبيجان، الساعة الرسمية للملعب 40,000 متفرج، ولكن تيجي تبص على الساعة اللي طلعت على الشاشة بتكلم في 11,000 متفرج. الصور دي بتأكد إن الأرقام اللي خرجت من الشاشة الرسمية في ملعب المباراة بتشير بالفعل إن في أزمة في موضوع التذاكر. هل التذاكر على السيستم لما بيتم طرحها أو بيتم شرائها وانت داخل الملعب بتضع التذاكر على المكن، فبالتالي المكن بيسجل كل تذكرة داخلة في الملعب، وبالتالي في تذاكر ممكن ما تمش تسجيلها على المكن، وفي تذاكر ممكن سودة أو تذاكر مزورة، ولكن في النهاية الساعة الرسمية من المكن اللي موجود في الملاعب غير تماماً المشاهد اللي احنا شفناها في المباراة. عشان كده كانت في أزمة في موضوع التذاكر والنقاش الحاد ما بين الجماهير في تذاكر المباريات. طيب الجماهير الإيفوارية ليها كده فيديو النهاردة مهم جدا عن طيب نستعرض مع بعض. بص كده على الصور معنا، والصور فيها أرقام مهمة جدا. بصوا يا جماعة دي مباراة الافتتاح، الكوت ديفوار مع غينيا بيساو. الملعب ده ملعب الحسن وطارة بيسع ل 60,000 متفرج. الساعة الرسمية اللي اتسجلت على سيستم التذاكر في مكان البطولة أو مكان المباراة 36,858. طب روح للمباراة الثانية، مباراة غانا والرأس الأخضر اللي اتلعبت امبارح بعد مباراة مصر. القيمة الإجمالية أو عدد التذاكر المطروحة للمباراتين مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، الصورة الثانية يا جماعة معانا، هتلاقي الملعب اللي بيسع 40,000 الصورة فيها 11,943. انتوا بتتكلموا أقل من التلت، يعني رقم قليل جدا، أو أقل من النص أقصد، رقم قليل جدا. ولكن في حاجة غلط في موضوع التذاكر، لحدش لغاية دلوقتي طلع بيان رسمي أو شرح إيه اللي حصل في هذا الموضوع. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الجماهير الإيفوارية إزاي بتنظم دخولها للمباريات، لأن إحنا في مباراة الافتتاح شفنا أعداد كبيرة جدا على مسافة 5-6 كيلو وما كانش الأمر منظم. ده فيديو مهم جدا بيوريكم الدخول للملاعب إزاي في المباريات اللي أقيمت بالأمس واليوم النهاردة قبل مباراة السنغال وجامبيا. نتابع. Pourquoi vous aimez vous tant comme ça? On dit le match à 17h, c'est à 16h42 vous venez. À quel moment vous allez rentrer? Vous aimez le temps? طيب منتخب مالي هيلعب في المجموعة اللي فيها تونس وموريتانيا،
وجنوب افريقيا، ودي المجموعه الخامسه. من حسن حظ منتخب مالو ان بيلعب في مدينه اسمها كورهوجو، هذه المدينه على الحدود مع الكوت ديفوار. تعالوا مع بعض نبص نشوف منتخب مالي هل سافر طيران ولا دخل مدينه كورهوجو ازاي، لان منتخب مالي النهارده معانا فيديو غريب شويه. الناس ما سافرتش طيران، دي انتقلت على الحدود بالاتوبيسات من مالي الى كورهوجو، ودي مدينه على الحدود مع منتخب مع مالي، ودي المدينه اللي هيتلعب فيها مباريات مالي. فده من حسن حظ منتخب مالي، وهيبقى فيه صعوبه لمنتخب تونس، لان تونس اكنها بتلعب في مالي مش بتلعب في الكوت ديفوار. مجموعه فيها تونس، جنوب افريقيا، مالي، موريتانيا. تعالوا نشوف منتخب مالي على الحدود لما دخل مدينه كورهوجو كان الاستقبال الشعب ازاي، لان في جاليه كبيره جدا ماليه موجوده في كورهوجو على الحدود ما بين الكوت ديفوار ومالي. طيب احتفالات الجماهير الجزائريه في الكوت ديفوار، عدد الجاليه الجزائريه في ابيدجان والكوت ديفوار عدد كبير جدا، يمكن طبعا عامل اللغه فارق كتير جدا في مساله السفر ما بين الجماهير الجزائريه والمغربيه، الاثنين بيتكلموا باللغه الفرنسيه بشكل سلس جدا، فكان في جاليه كبيره جدا من الجماهير الجزائريه سافرت على كوت ديفوار. تعالوا نشوف الجاليه الجزائريه لما كانت موجوده في مدينه بواكي، هذه المدينه اللي هتستضيف مباريات الجزائر مع انجولا وباقي الفرق، هل العدد كبير؟ طب الاجواء عامله ازاي؟ تعالوا بصوا كده لما دخلوا احدى السوبر ماركت واحتفلوا شويه مع العاملين والاجواء الجميله نتيجه طبعا ان الجماهير الجزائريه بتتكلم لغه فرنسيه سلسه مع الجماهير الايفواريه. نتابع. اخر حاجه معايا الاجواء الافريقيه، لقطه مش هقدر اقول فيها سحر وشعوذه، ولكن الاجواء الافريقيه اجواء مختلفه، لا تشوف اللقطات دي في اسيا ولا في اوروبا، لكن الكوت ديفوار تحديدا ليها لقطه مختلفه شويه. تعالوا نشوف اللقطه دي ومنها نطلع على ترند افريقيا. الأجواء الإفريقية لا تخلو من المغامرات والسحر، محدش عارف هو قاعد على كرسي ولا إيه بالظبط. طبعا اللبس الكبير ده ممكن يكون مخبي حاجة، فبالتالي الصورة نفسها والفيديو لفت انتباه كل الناس اللي موجودة في إحدى الأسواق في مدينة أبيدجان.